نعم فضل الشيخ أطال الله من عمرك وأحسن لقاك. ها؟ أطال الله من عمرك وجزاك الله خير عن الإسلام والمسلمين وإياكم في الأعمال الصالحات. آمين إن شاء الله. نحن شباب من سلطنة عمان وبحاجة إلى دعاكم الخاص لنا، والسؤال هنا جزاك الله خير. السؤال يقول: امرأة قسمت على زوجها بهذه الصيغة وهي سقط عليك جاه الله. إيش؟ سقط عليك جاه الله. نعم. أن لا تفعل كذا وكذا. نعم. فهل هذا يعتبر غصب؟ وما حكم إذا كان الزوج خالف أمرها؟ هذا لا يحل. هذا استشفاع بالله إلى هذا الزوج ولا يحل، لأن الشافع دون منزلة إيش المشروع له، المشروع عنده، ولا يحل أن تجعل الله تعالى شفيعا إلى خلقه، لأنه أعظم من أن يكون شفيعا إلى الخلق. فالقسم هذا باطل ولا يترتب عليه شيء، إلا أن على المرأة ومن اعتاد هذا أن يتوب إلى الله ولا يعود إلى ذلك. نعم.